اهلا بكم متابعه تلجراف مصر. احنا معكم من داخل قريه نجريج هنا في المحافظه الغربيه، قريه نجم العالمي كابتن منتخب مصر محمد صلاح اللاعب المحترف في ليفربول الانجليزي. صدمه هنا على وجوه اهالي قريه مو صلاح بعد تقدم فريق موزمبيق للمنتخب المصري بهدفين مقابل هدف. زي ما احنا شايفين الصدمه على وجوه الاهالي هنا، الاهالي كانت منتظره من منتخب مصر تفوق بعدد كبير من الاهداف على فريق موزمبيق المتواضع وتسجيل ابنهم محمد صلاح لأهداف في فريق موزمبيق. صدمة حلت هنا على أهالي قرية نجريج أثناء متابعتهم لمباراة المنتخب المصري أمام منتخب موزمبيق وتقدم الفريق الموزمبيقي بهدفين مقابل هدف للمنتخب المصري. يلعب الان المنتخب المصري امام فريق موزمبيق على ملعب فيليكس ضمن منافسات الجوله الاولى في الدور الاول لبطوله امم افريقيا المقامه في كوت ديفوار. هيخوض المنتخب المصري الان المباراه بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني واحمد مجاز، محمد عبد المنعم، محمد حمدي في الدفاع، محمد مصطفى واحمد سيد في الوسط، محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد في الهجوم. يعتبر المنتخب المصري هو الاكثر تتويجا بلقب كاس الامم الافريقيه في تاريخ البطوله، حيث توج البطوله 7 مرات بما في ذلك عندما كانت مصر تعرف باسم الجمهوريه العربيه المتحده بين عامي 58 و 61. المنتخب المصري فاز بالنسختين الاولين عامي 57 و59 وغاب عن اللقب لقرابه 36 عام حتى عام 86، ثم غاب منتخب مصر عن منصه التتويج من جديد لمده 12 عام لكنه عاد بقوه وفاز باللقب عام 98. وبعد عدة سنوات قصيرة فاز المنتخب الوطني بثلاث ألقاب على التوالي أعوام 2006 و2008 و2010، كانت جامعها تحت القيادة الفنية للمعلم حسن شحاتة اللي وضع بصمته على الثلاثية الذهبية ويبحث نجوم الفراعنة في تلك البطولة عن إضافة الكأس الثامنة بعدما عاندهم الحظ في الفترة الأخيرة. أهالي قرية نجريج أعزائي متابعي تلجراف مصر، الآن الحزن يسود وجوههم بعد تقدم المنتخب الموزمبيقي بهدفين مقابل هدف المنتخب المصري. أهالي قرية نجريج يأملون في إحراز محمد صلاح لأنهم أهداف تلك المباراة خاصة أمام فريق موزمبيق الفريق المتواضع الذي تقدم على المنتخب المصري الآن بهدفين مقابل هدف واحد في نهاية شوط المباراة الثاني. لا كده
ما زالت هنا أعزائي متابعي تلغراف مصر حالة من الحزن والأسى على وجوه أهالي قرية نجريج مسقط رأس النجم العالمي كابتن منتخب مصر والمحترف في ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أثناء مشاهدتهم لمباراة المنتخب المصري أمام منتخب موزمبيق في أولى مباريات المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا، واللي تقدم الآن المنتخب الموزمبيقي بهدفين مقابل هدف المنتخب المصري. صدمة غير متوقعة هنا لأهالي نجريج، الأهالي هنا يقوم يقولوا من هم جايين عشان يشوفوا لهم هو بيحرز أهداف منتخب مصر في مرمى موزمبيق، لكن الآن تغيرت الآلة وفريق موزمبيق متقدم على المنتخب المصري. محمد صلاح لم يحرز أي أهداف خلال شوطين المباراة حتى الآن. دقيقة 67 الآن من مباراة المنتخب المصري أمام منتخب موزمبيق، وما زالت النتيجة تقدم الفريق الموزمبيقي بهدفين مقابل هدف المنتخب المصري، نتيجة غير متوقعة خصوصا أن فريق موزمبيق فريق متواضع بالنسبة للمنتخب المصري صاحب أكبر فوز ببطولة أمم أفريقيا. هنا نجريج مسقط رأس النجم العالمي محمد صلاح، حالة من الصدمة والحزن والأسى على وجوه أهالي تلك القرية بعد تقدم المنتخب الموزمبيقي على المنتخب المصري. أعزائي متابعي تلغراف مصر، دي كانت أولى تغطيتنا معكم النهاردة من داخل قرية نجريج مسقط رأس اللاعب محمد صلاح. شكرا لحضراتكم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.